يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يفرق بعض الناس بين شرك أهل الكتاب وشرك من ينتسبون للإسلام في هذا الزمان، فهل هناك فرق بين الكافر الأصلي وبين من انتسب للإسلام ثم وقع في شرك أكبر؟ لا أعرف هذا التفريق. من أتى بالشرك فهو مشرك سواء من أهل الكتاب أو من هذه الأمة، من أتى بالشرك فهو مشرك من أي أمة كان. نعم.